ايه يوسف، انا عرفت ان طلعت زارك النهارده. جه النهارده. طب كويس، هو عمل الخطوه اللي انت كنت محتاجاه يعملها. اكيد ده هيغير حاجات كتير قوي. لا طبعا، ولا هيغير اي حاجه. انا اصلا قررت ان انا اللي يمكن ارجع لطلعت تاني. ليه؟ انا كنت فاكر انه لما يعمل كده. كنت فاكر ايه؟ ان اول ما يجيني يعني انا كاني ما هصدق واقول له تعالى انا موافقه ارجع لك. لا طبعا، انا لا يمكن اكرر الغلطه اللي غلطتها مرتين. بس انت يعني مهتم بالموضوع ليه؟ لا لا ابدا، انا كنت عايز اطمن مش اكتر. لا اطمن، انا مش هرجع له تاني، خلاص قرار نهائي. ماشي يا ليلى، مع السلامه. باي. ايه؟ في ايه؟ مالك يا يوسف؟ ايه اللي حصل لك؟ اشمعنى هي؟ لا لا لا، اكيد ده وهم. اكيد اللي جوايا ده نتيجة الكلام اللي بسمعه ليل ونهار من خالتي ومن صحابي. اتجوز اتجوز اتجوز، اكيد ده هو اللي خلاني احس اني محتاج اني اتجوز بجد، وكانت ليلى هي اول واحدة قدامي. لا لا لا، انا لا يمكن اندفع في حاجة زي دي. دي كانت مرات صاحبي، انا كده كده عارف اخرها. مستحيل، لا لا مستحيل بجد.